بيقولوا لي خضر عتمون. نقدمه الاول. طيب قدمه يلا. ضيوفنا الاعزاء، عزيز المشاهد، عزيز المستمع، من 5 لـ5:30 وانا قاعد بستناك وعيني عليك بتبص يا حبيبي ومش شايفاك. الموعد واللقاء مع اخر حبه من حبات عنقود الموهوبين، نجم فرض اسمه على الساحه الفنيه واصبح حديث المدينه. لو رحت برج الجزيره وهتنط وتمسك الحبل وتنط، يبقى لازم تسمع النجم الفنان خضر. يا سلام يا سلام يا سلام. الو جميل على الاعلام المحترم الاستاذ محمد الغيثي حبيبي، فيلسوف الكلمه الاعلامي محمد الطو. حبيبي استاذ خضر يعني نجم مصر. قال لك يا فيلسوف الكلمه. على فكره انت اتكلمت انت والاستاذ خضر، كان ضيف في حلقه حصل سابقه عن حصل ده جميل، كلمته عليا لما قال لك الطو حصل الاندكس. حبيبي استاذ خضر، الاستاذ محمد الغيثي منصه صوت الغلابه وصوت الشارع. يا روح قلبي الله يعزك يا خضر، وانت ما شاء الله عليك فنان جميل. شايف الدو ازاي يا خضر؟ لا هو انا شايفه الصراحه بمبنيه اي فرح النهارده في مصر او في الوطن العربي، لازم الاستاذ محمد الدو يكون موجود في الفرح. ربنا يخليك، بيعمل رونق وبيعمل بهجه للفرحه، وبعدين بيدي باور للفنان لو داخل الفرح بنسبه 80% هيدي، تلاقيه بيدي 150%. يا سلام يا سلام. طيب عايزكم الوقت ازف واحنا يعني انت حبيبي، انت عارف من زمان طبعًا. من ايام الجيزه الثانويه. طبعًا. عايزك تغني لنا حاجه يا خضر كده جميل. يا رب الصوت يبقى كويس. سامعني كويس؟ يا رب. ها؟ بعمل حاجه جديده اسمها حبيب ابني. دي حاجة لكل أب وكل أم، عشان ما فيش حد يعني ما بيحبش ناش. ولاده، يلا محرم حد من أم يا رب. من أبوه. يا رب يا رب. قالوا لي مين الحبيب، أنا قلت الحبيب ابني. مين الطبيب، أنا قلت الطبيب ابني. قالوا لي فرحت بمين وبتتبقى بمين، أحمي لك قلت بفخر وببدأ ابني النبي ابني. الصوت كله ابني، وقت ابني يقول الله انا اقول له ان شاء الله انا يا ابني. صوته حلو قوي. يا رب لاجل سيدنا النبي ما تحرمنا انا من ابني. يا خضر انت تجيلي الاسبوع الجاي ان شاء الله لو كان لنا عمر. ده انا ابات دلوقتي في يا روحي الله يعزك. تحياتي للاسره كلها، بشكرك جدا خضر فنان الشعب الجميل خضر، محترم جدا. يعني احنا هنحتاج حلقه تانية. لا ده انا تحت امر حضرتك محمد. واسماعيل الليسي بقى والناس دي حبايبنا دول طبعا يجولنا ان شاء الله. اسماعيل الليسي والنجم احمد شيبه والنجم محمود الليسي.